لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. طيب بسم الله نبدأ المحاضرة يا إخوان. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله المحاضرة هذه حتكون آخر محاضرة في هذه الدورة المباركة. عندنا فيها جزئية بسيطة، بعد كده إن شاء الله هيكون عندنا زي إجزام أو اختبار كده صغير في المنهج ككل، بعدين إن شاء الله هنبدأ في الدورات اللاحقة الجديدة بإذن الله. جزئيتنا يا إخوان اليوم تتكلم عن إدارة اسمها إدارة الاجتماعات. طبعا إحنا اتكلمنا في المحاضرات السابقة عن الإدارة بمفهومها العام والإدارة العامة وإدارة الأعمال والتخطيط ومتطلباته وكيف يكون التخطيط فعال، وبعد كده انتقلنا إلى التخطيط الاستراتيجي وعرفنا إيش يعني استراتيجية، وانتقلنا بعدها إلى إدارة الجودة الشاملة وإدارة الجودة الشاملة يسموها وإدارة الوقت، وعرفنا برضو متطلباتها وكيف تكون فعالة والتخطيط في ظل إدارة الجودة. كل هذه الأمور مرينا فيها. من الأمور الأساسية في إدارة الجودة الشاملة اللي هو قلنا القرار بيكون بناء على استشارة أعضاء الفريق. طيب يعني لازم يكون في اجتماعات بصفة متكررة. طيب هذه الاجتماعات كيف حرتب لها؟ ايش حيكون عملها؟ كيف حنوزع جدول الاعمال فيها؟ هذا اللي اليوم رايحين نتكلم عنه. هيكون يا اخوان لما تدعي لاجتماع في ضوء سواء في اداره الجوده تحت ظل اداره الجوده الشامله او تحت ظل الاداره بمعناها العام. طبعا في إدارة الجودة الشاملة بيكون الاجتماع بشكل منتظم، لنفرض مثلا كل أسبوع. طبعا هذه الاجتماعات الدورية، في اجتماعات خاصة اللي يسموها مثلا حاجة مهمة وفي شيء ضروري كل اجتماع يكون اجتماع دائم. أما الاجتماعات العائلية اللي هي مثلا بتكون كل أسبوع. واضح؟ كيف أرتب لهذا الاجتماع الآن؟ عشان أنا أرتب الاجتماعي وأخرج بإيجابيات منه أحتاج التالي. أول حاجة يا إخوان لازم أحط جدول لأعمال هذا الاجتماع وأوزع العمل قبل مدة كافية عشان أعرف أعطي لكل فرقة. طبعا مو إحنا قبل كده اتفقنا إننا حنقسم الموجودين لفرق، فرق التسويق، فرق التوزيع، فرقة المحاسبة المالية، فرق زي كذا. لازم أحدد مدة اجتماعي، كم هيكون الاجتماع؟ ساعة، ساعة ونص، ساعتين. طبعا أؤدي لكل بند من البنود اللي أنا حطيتها أصلا وقتها، مثلا كل بند مناقشة 10 دقائق واتخاذ قرار. لازم أرتب الجدول الأهم ثم الأهم. لابد يا إخوان إني أحترم الجدول اللي أنا حطيته. في خلال آخر الاجتماع لازم أبدأ أسوي مناقشة للأشياء اللي صارت والأشياء اللي نتوقعها إنها تحصل. طبعا في شخص مكلف قاعد يسوي محضر حول ما تم مناقشته والتوصيات اللي خرجنا بها من هذا الاجتماع. واضحة يا إخوان؟ فإن عشان يكون اجتماعي يعني ذو قيمة لابد إني أحضر هذه الأشياء.
واضح يا أحباب؟ إذا قلنا أعيدها مرة ثانية. أول شيء أسوي جدول اجتماعي، طبعا قبل الاجتماع ما أجي في الجدول أقعد أضبط، قبل الاجتماع بمدة كافية يعني على الأقل يومين، أعد جدول، أوزع الجدول والأعمال، أحدد مدة اجتماعي بناء على البنود اللي أنا حاططها، أرتب بجدول أعمالي وفقا للأهم ثم المهم، ألتزم بجدولي، وأخلي جزء أخير كده كعشر دقائق إضافية لمناقشة ما يستجد وما حصل من أمور خلال المدة، يعني اللي ما كان وما سيكون بمشيئة الرحمن. ولابد قلنا يكون في شخص يسجل كل ما تم مناقشته والتوصيات اللي خرج بها هذا الاجتماع. هذه الأمور يا إخوان عشان يكون اجتماعك، خرجت من اجتماعك يعني كان اجتماعك زي ما يقولوا نموذجي شامل، تقدر تخرج منه بفوائد بنقاط بإجماع. أما لما يكون عشوائي ما راح تستفيد من الاجتماع ولا شيء. أما أنت تحط اجتماع يلا عندنا اجتماع ويكون في الأخير الاجتماع ده عشوائي، ما أنت عارف في إيش تتكلم، كل واحد يفتح موضوع مع نفسه وده يتكلم وده لا. لابد من الخطوات اللي قلناها عشان اجتماعنا يخرج في الأخير بنقاط وتوصيات تقدر تستفيد منها في سير العملية الإدارية. طيب أبغى أشرح لكم معنى يعني إيش فوائد إدارة الجودة الشاملة. ليش من يوم ما بدأنا في إدارة الجودة وأنا أقول لكم إدارة الجودة هي المثال الأعلى والأفضل والأكمل في تطبيق الإدارات على مستوى العالم، لها فوائد كثير ما تنحصر، لكن من أهمها أنها تسوي خفض لتكاليف الإدارة والتشغيل والصيانة. اثنين، بتمنع قدر المستطاع حدوث الأخطاء. ثلاثة، بتطور أساليب وخطوات العمل. أربعة، بتقلل نسبة الجهد الضائع. خمسة، بيكون الإنجاز العمل في ظل إدارة الجودة الشاملة بطريقة أفضل وبكفاءة عالية. ستة، حسن استثمار الموارد المتاحة سواء كانت بشرية أو مادية أو وقتية. سبعة، تحسين سمعة وصورة المنظمة. ثمانية، تعزيز الثقة بين المنظمة وعموم المستفيدين من خدماتها. تاسعا وأخيرا، زيادة الربحية. طبعا احنا شرحنا في البداية ان إدارة الجودة بتكون على علاقة دائما مع الموظفين مع الإدارة، المشاركة في اتخاذ القرارات، غير كده قلنا فريق التسويق بيكون على صلة دائمة مترابطة مع العملاء في السوق، قلنا من خلال استبيانات، من خلال اتصالات، من شرحنا الكلام هذا كله، عرفنا انه إدارة الجودة يعني بتكون بتحاول دائما انها توصل المنتج للعميل في الشكل اللي هو يطلبه، بتدخل دائما تحسينات على المنتج حسب توصيات العملاء. واضح يا اخوان؟ واضح يا إخواني إلى هنا يعني إيش مبدأ إدارة الجودة الشاملة؟ في أي استفسار عنها؟ طيب كيف أنا أطبق الجودة الشاملة؟ يعني إيش العناصر اللي أقدر أطبق يعني عشان أقول أنا شركة أو منظمة أو مؤسسة بأطبق الجودة الشاملة؟ لابد يكون عندي قناعة من الإدارة العليا بفلسفة الجودة الشاملة. لابد
إنه الإدارة العليا عندي مقتنعة تماما بهذا النظام، الجودة الشاملة. ثانيا، تحديد وتوضيح مهمة المنظمة لجميع العاملين. الرسالة، رسالة منظمتي إيش واستراتيجيتها، أنا أهدف لإيش. ثالثا، أحط أو أضع خطط وأحدد إجراءات التنفيذ، خطة وكيف ننفذها. زي ما بدينا في بداية محاضرتنا قلنا أحط هدف وأخطط للوصول إلى هذا الهدف. لو تلاحظوا الإدارة العامة ما تفرق عن إدارة الجودة في أمور جوهرية اللي هي المشاركة في اتخاذ القرار، إن دائما تكون المنظمة على اتصال بعملائها، إن دائما بتدخل تحسينات في المنتج بناء على توصيات عملائها. في أمور جوهرية بسيطة بتختلف فيها إدارة الجودة لكن تجعلها يعني إدارة ناجحة فعلا. من عناصر الجودة الشاملة أيضا هي خلق روح فريق العمل الواحد. ليش؟ لأن الكل بيتفق في الاجتماع أو بنخرج على اتفاقات معينة، والكل بيحاول أنه يوصل لهذه الاتفاقات اللي هم وضعوها بمشاركتهم في اتخاذ القرار. يعني لما اتفقوا الآن الجميع مثلا أنه مبيعاتنا في الشهر هذا لابد أنها توصل مثلا إلى 10,000 قطعة من هذا الشيء، سين أو صاد، اتفقوا فريق التسويق أنه لابد نوزع هذا المنتج 10,000 قطعة في هذا الشهر. فهتلاقي أنه فريق التسويق كله بيشتغل بروح الفريق الواحد عشان يصل إلى هذه المرحلة أو إلى هذا التخطيط اللي وضعناه. لأنه في الاجتماع الجاي بعد شهر أو بعد اللي أيا كان هم محددينه هيقولوا فعلا إحنا وصلنا للرقم اللي حددناه سابقا. واضح يا إخوان؟ هناك 10 خطوات تقودنا إلى الجودة الشاملة. طبعا احنا عشان نبدا في مؤسستنا وفي رايحين نبدا باداره اللي هي اداره الاعمال زي ما شرحناها في الاول، انه اداره الاعمال هي اي مشروع يهدف الى تحقيق ربح هو اداره اعمال. قلنا في 10 خطوات تقود الى اداره الجوده الشامله. اولا، انك دائما ورا التفكير الاستراتيجي، الخطة الاستراتيجية اللي وضعناها. تتذكر يا اخوان قلنا استراتيجية يعني خطة طويلة المدى. اذا انك تكون دائم التفكير في الخطة الاستراتيجية وسبل تحقيقها تفكر فيها بشكل دائم، وفي كل اجتماع تبدأ تشوف هل انت ماشي فعلا على الطريق الصحيح ام هناك انحرافات وجب تصحيحها. 2، اعرف عميلك، تعرف على عميلك وتقرب منه. 3، طلبات عميلك الفعلية، يعني شوف ايش طلبات عميلك، ايش الشيء اللي يبغاه عميلك في المنتج عشان تبدأ عملية تحسين المنتج حسب رغبة العملاء اللي تكلمنا عنها سابقا. 4، ركز على منع الأخطاء وليس على تصحيحها. شايفين هذه النقطة مهمة يا اخوان؟ خلي التركيز انه ما ابغى اخطاء، مو بعد ما يقع الخطأ كيف اصححه، لازم نصححه بس من البداية انا ما ابغى اخطاء. 5 يا اخوان، قلل من الجهد الضائع قدر المستطاع، لا تخلي فيه جهد ضائع فاضي. لا يعني مثلا من ضمنها الاجتماع، اسوي من غير مسودة مسبقة له، من غير واخلي الاجتماع فوضوي كده وكل واحد يرمي كلمة وكل واحد يرمي له رأي، هذا من ضمن الجهد الضائع. 6، اسعى وراء التحسين المستمر، لا تقول منتجي كده ممتاز ما راح احسن عليه، لا، خليك على علاقة قوية بعملائك، شوف ايش يطلبوا، حسن منتجك بصفة دورية، ادخل ما يمكن ادخاله على المنتج طلب عملائك، لا توقف عند حد معين.
سابعاً استخدم أساليب هيكلية لتحسين العمليات، يعني من خلال اجتماعاتكم، مراقباتكم، متابعاتكم، خطة. خلي يكون سير مثلاً اجتماع لمدراء الأقسام، اجتماعنا العادي مثلاً كل شهر، بينما أنا ومدراء الأقسام كمدير عام ومدراء الأقسام اجتمع كل أسبوع عشان أقدر أشخص عملياتي كيف ماشية. ثامنا يا أخوان، قلل قدر الإمكان من الاختلافات. تاسعا استخدم أسلوب متوازن. عاشرا أخيرا طبق على جميع مجالات العمل، كل عملك مجالات عملك تطبق عليها هذا المبدأ إدارة الجودة الشاملة. طيب يا أخوان، نحن كده أنهينا محاضرتنا، وبالتالي أنهينا حلقتنا المباركة فهم التخطيط الإداري وتحديد الأهداف بمشموع بمضامينها. حابب أني أديكم الآن نبذة عن الدورة من أولها إلى آخرها سريعة في كلمتين. طبعا نحن شرحناها في 8 محاضرات، يمكن هذه التاسعة. إذا صحيح الدعم الهيادي أظن 9 محاضرة لنا. من البداية قلنا أي مشروع تجاري يا إخوان حابب أنك تبدأ فيه، والمشروع هذا يهدف إلى الربح، هذا نسميه فورا إدارة أعمال. سواء كنت تبغى تبدأ بعملية بيع وشراء على مستوى أصدقائك أهلك ومعارفك، سواء كنت حتفتح مشروع محل بقالة سوبر ماركت، أي مشروع أيا كان، كل هذه تسمى إدارة أعمال. هنا الفرق الجوهري بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال. إدارة أعمال مشروع يهدف للربح، إدارة عامة معناته مشروع وإدارة تهدف إلى خدمات المواطنين بلا مقابل، يعني إدارة الأحوال المدنية، إدارة الجوازات، إدارة هذه كلها تسمى إدارة عامة. وضح الفرق بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال. فإحنا طبعا في هذه الدورة نتكلم عن إدارة الأعمال. قلنا قبل كل حاجة يا أخو إنه لابد يكون عندنا إدارة مشروع أو نشاط نبدأ في إدارة الأعمال. لازم تدرس السوق، لازم تنزل تشوف تتأكد من السوق، الناس، من الأمور هذه كلها، إيش ممكن إنك تشتغل، إيش المشروع اللي أنت بتفكر. وعملنا ورش عمل في المحاضرات السابقة، وجبنا أمثلة ناس بدأوا من الصفر وما شاء الله وصلوا لمستويات جدا كويسة. أنا هذه كلها وشرحنا كيف إنك تبدأ بعملية تحديد هدف. أول شيء تحط لنفسك هدف، بعدين تبدأ تخطط كيف توصل لهذا الهدف. بعدين في نقطة تانية اللي هي التخطيط وعناصر التخطيط، وكيف يكون تخطيطي فعال، وكيف يكون التخطيط حقنا مرن، وإنه أي عقبات قد تواجهك في عملية التخطيط لابد إنه يكون تخطيط مرن حتى تتعدى هذه العقبات وتمشي عمليتك الإدارية بطريق سليم. انتقلنا بعد هذه الأمور إلى الاستراتيجية، وفهمنا إنه أن أكون أنا في مكاني الآن اللي أنا موجود فيه، بدأت مشروعي والحمد لله، وبدأنا نشتغل، وبدأنا نبيع، وبدأنا ننتج. استراتيجية معناها أنا في مكاني اللي أنا موجود فيه، وقلنا نسوي منحدر لأعلى. النقطة اللي أنا واقف فيها هي ألف، والنقطة أعلى كده هي جيم أو باء. انتقالي من ألف إلى أعلى المنحدر فوق هذه باء، هذه هي الاستراتيجية. أنا أبغى أمشي بطريق يعني تصحيح، أبغى أوصل. الاستراتيجية هي التخطيط على المدى الطويل. أنت في خطتك في التخطيط اللي قاعد تحط يعني أمورك اليومية والأسبوعية والكلام ده الشهرية، لكن الاستراتيجية هي تخطيط على المدى الطويل، سنتين وثلاثة وخمسة وعشرة، هذه يقصد فيها الاستراتيجية. إيش الاستراتيجية وكيف تكون استراتيجية للمؤسسة بتفاصيلها وبأمورها المهمة فيها، ودرسناها بشيء من التفصيل. بعد ما انتهينا من الاستراتيجية دخلنا في إدارة الجودة الشاملة، وعرفنا إن
بين إدارة الأعمال العائدية وإدارة الجودة الشاملة، إنه إدارة الجودة الشاملة يكون اتخاذ القرار فيها بالمشاركة، بمعنى إنه فيها اجتماعات إن الكل بيشارك في هذا القرار. القرار ما بيعتمد على مدير أو اثنين أو أقسام، القرار بيعتمد على المشاركة. وأخذنا أساسيات إدارة الجودة الشاملة وكيف تكون إدارة الجودة الشاملة بل في المصانع وفي المنشآت وفي الشركات، إن تطبيقي لإدارة الجودة الشاملة هي أفضل فعليا من تطبيق الإدارة لمفهوم الإدارة العائدية. إلى أن وصلنا اليوم لآخر قسم اللي هو الاجتماعات في ظل إدارة الجودة الشاملة. هذه نبذة يا إخوان عن كل الدورة من أولها إلى آخرها. في أحد حابب له أو حاضر أو حابب يسأل عن حاجة ويستفسر عن شيء؟ طبعا حيكون في إن شاء الله يا إخوان اختبار صغير حيحددوه في الدعم الفني، ما أعرفني أي يوم في أي يوم، لكن هيكون في اختبار صغير، وبعد الاختبار إن شاء الله يكون انتهت المحاضرة، انتهت الدورة ككل. معلش هنبدأ إن شاء الله في دورة أخرى بمشيئة الرحمن حسب الاتفاق مع الأخوان في ملتقى الدارين. قبل لا ننهي محاضرتنا واستودعكم الرحمن، أبغى في أي أحد يسأل أي شيء، في أمور غامضة، في حابب أحد يسأل شيء؟ العفو، بارك الله فيكم. في روابط نازلة على اليوتيوب، الأخوان جزاهم الله ألف خير، بينزلوا كل المحاضرات من الأولى لليوم، تلاقوها نازلة على اليوتيوب، فيها الورش العمل اللي سويناها وفي كل الأمور قرينا فيها، هتلاقوها موجودة، ممكن تستفيدوا وترجعوا لها وتستفيدوا منها يا إخوان. بارك الله فيكم، أنا والله سعيد جدا بلقائي معكم ومعرفتي بكم بهذه الناس الطيبة. هتلاقي يا إخراني في محاضراتنا السابقة حتى ورش عمل وأمثلة أنا ضاربها وأمثلة أنا قمت بإجرائها، كلها حتحصلها. أدخل على الروابط وأمسكها من بدايتها كمحاضرة محاضرة، حتحصل إن شاء الله كل شيء. الدورة الجاية بإذن الله حتكون برضو أحد وثلاث، لكن حيكون في دورة يوم يومين وخمسة أيام، يعني بالتنسيق إن شاء الله مع الأخوان في متقدارين، هنعلن عنها إن شاء الله في وقتها، وإن شاء الله ما حتتأخر، يعني هنبدأ فورا بإذن الله. في أحد حابب يسأل عن شيء قبل لا ننهي المحاضرة يا إخوان؟ في أي استفسار في الإدارة ككل؟ سيبوكم من اللي درسناه ومن اللي أخذناه ومن الكلام هذا، في أي استفسار في الإدارة؟ أنا حابب برضو إنكم ترجعوا لروابط المحاضرة، من أول رابط رقم 1 إلى 9 و8، وتطلعوا عليها، وإذا في أي استفسار برضو أنا حاضر. أتمنى من الدعم الفني تحديد موعد الاختبار للمحاضرة، وأنا بإذن الله سأكون متواصل مع الدعم الفني لأي أمور تحتاجوها وأنا جاهز. طيب يا إخوان أنا راح أستأذنكم الآن، أنكم بسم الله الرحمن الرحيم، كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.